الله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم مساء الخير ازيكم كيف عاملين وكيف الاجواء عندكم اليوم جيتكم كالعاده مواصلين في وصفاتنا آه اليوم جيتكم بوصفات اليوم حاجات سهله وما مكلفه باذن الواحد الاحد وان شاء الله حيفيدكم في الايام الجايه يمكن لو ما بكره بعد بكره ان شاء الله الوصفات مختلفه شويه عملت شوربه عملت حلا وكمان عملت وصفه تقليديه من وصفاتنا السودانيه آه بس حبيت أشارككم الحاجات دي عسى ولعل يفيدكم وشكرا كتير على الكومنتاتكم الطيبة الله يبر بخاطركم والله يسعدكم يا رب العالمين وشكرا على لايكاتكم الله يسعدكم يا رب آه حنبدأ كالعادة بالشي المعروف أول حاجة الشوربة في بنات كتار قالوا لي يا دلال جربي شوربة القرنبيط فقلت خلاص ما حصل عملته صراحة أصلا أبدا أبدا ما حصل جربته فقمت اليوم عملته الطريقة إنه أنا جبت هو في ناس بيقولوا قرنبيط زهرة المهم يعني جبت بصل زيت حبتين بصل حبتين كبار يعني من البصل والقرنبيط جيت شوحتهم في زيت شوية زيت يعني ما كتير أخذوا تشويحة كده لما تحسي إنه كده لون القرنبيط خلاص يعني اتغير أو بقى يدبل بعد ده ضفت عليه جنزبيل اللي هو جنزبيل الفرش يعني ما باودر ما ينفع تضيفي باودر تقريبا الأحسن والأفضل فرش ما بتتخيلوا بديه طعم ونكهة يعني حاجة كده رهيبة شديد المهم بما انه انا اول مرة اعمل فضفت يعني عملت حاجات من عندي فبس حبيت اشارككم لانه صراحة طلعت فنانة شديد وحباه الحمد لله وشكر الله وشكرا على البنوت اللي كتبت لنا الوصفة المهم بعد ذاك انا طفيته بموية دافية وخلاص لما حسيت انه بقى يعني خلاص يعني نجض ما اديته شنو ضربة بالمضرب وبعدين جيت زيت له شنو الكركم حسيت انه لونه ابيض وما حلو ما عجبني اللون الابيض فبنات كتار كانوا بكتبوا لي في الكومنتات ضيف الكركم في الاكلات عشان هو اصلا مفيد وكذا بما انه انا ما ما ما, ما من عشاق الكركم فبس يلا قلت خلاص اليوم الشوربه دي انا حظبطه ضفت له الكركم والبهارات ما كترتها خالص شوية كزبرة للنكهة مع ملح وانتهى الموضوع ضفت له موية كتيرة لانه كان قوامه تقيل ضفت موية كتيرة وخليته في النار وضفت عليه بشمل آه طيب يا دلال البشاميل ده جاهز لا ما جاهز انا اصلا ضربت عصفورين بحجر بدل ما احل دقيق بحليب قلت لو ضفت من البشاميل اللي ظبطته للمكرونه حيطلع ظابط اكتر ضفت عليه بشاميل فاذا انت حابه تعمليه من غير بشاميل برضه ممكن لكن البشاميل صدقيني بديه طعم حلو شديد ضفت البشاميل واخر شيء الخضار يعني دائما في الشوربه حاولوا تضيفوا البقدونس والكزبره مع بعض حاجه يعني ما كميه كثيره بس شي كده يديه النكهه يعني خلاص ومنه حينجض يعني منه حتشيليه لانه دائما بدي للشوربه نكهة طيبه شديد المهم دي كان لون الشوربة وطعمه رهيب وقوامه خرافي ومن جد يعني شكرا 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 على إنه أي وحدة تكفيكم يعني تكتب لي كومنت يا دلال جرب الوصفة دي وأنا قاعد أجربه صراحة ما بكون عندي فكرة، وما حصل أصلا عملت الشوربة دي، كين طلعت رهيبة بتمنى تجربوها انتو كمان، تعالوا أوريكم طريقة البشاميل اللي استخدمت منه استخدمت منه في الشوربة. البشميل عشان يزبط معاكي شوفي جرب الطريقة دي انا جبت السمين ممكن عادي تستخدمي زيت وممكن عادي تستخدمي الزبدة بستخدم فيه دقيق رقم واحد اللي هو اللي بنعمل به دايما الخبايز والحاجات دي تمام استخدمت الدقيق وبحم بديه تقليبة كده في, 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 ال... في السمن وبطفيه بالحليب بفضل اقلب 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 فيه عشان ما يتكلكع لو حصل يتكلكع معاكي عادي ممكن تديه بالمضرب بيبقى كمان احسن يعني في كل الاحوال حتى لو ما يتكلكع لو حاولت انك تضربيه بالمضرب بيبقى كده قوامه كريمي شديد تمام بعد ده ضفت له ملح وكمان بضيف عليه شويه من الفلفل الاسود بحس انه كده حلو يعني بدي بدي رهابه كده لل للبشاميل تمام واخر شيء ربع او نص من مرقه الماجي المتوفر عندك في بنات قالوا ما ضروري لا ضروري مرقه الماجي لانه بديه طعم شديد حاولي تجربيه لانه يعني بيخليه ظابط جدا آخر شي إذا انتي متوفر عندك جبن السائل ممكن تضيفيه، أنا صراحة ما كنت عندي جبن سائل فما ما ما ضفته تمام؟ جيت ختيت منه شوية في الصينية لأنه اليوم حعمل أكلة سودانية تقليدية آه الرجال بيحبوها أكتر، الأولاد ما كده شديد، أنا عندي بس إسماعيل اللي بيحب ياكل مع أبوه، والكبار ما خالص، فقمت قلت خلاص أعمل لهم بشاميل والكبار. زوجي واسماعيل وكذا ممكن اعمل لهم الاكله اللي برضه صورتها لكم المهم هنا عصيت كان لحمه طبعا معروف يعني تعصيج اللحمه عصيت لحمه معاه فلفل اخضر معاه طماطم زدت عليه شويه بهارات اللي هو الكزبره والفلفل الاسود وشوية يعني إذا ممكن تستغني كمان عادي تمام؟ وآخر شيء ضفت له موية خليته يعني يتسبك بعد مشيت نزلت في المكرونه وبعدين في الوش تاني بشاميل ودخلته على الفرن دي كانت وجبه لل ما شاء الله تبارك الله للاولاد الكبار واخوي ودول بيحبوا البشاميل شديد وزوجي طلع النهائي خالص 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 مستحيل لو دفعتي له قروش ما بياكل لك مكرونه بشاميل ما عارفه ليش مع سبحان الله كان ظريف شديد في الافطار انا عملت صينيتين الصحن الطويل ده وتاني صحن مدور تمام؟ كان رهيب ما عارفة، بتمنى لو عندكم يعني زمن وكده تعملوها للأطفال لأنه بيحبوها شديد، أنا حتى في في الأيام العادية قاعدة أعمل المكرونة كتير يعني بيحبوا البشاميل كتير، المهم بعد ما خلصت من المكرونة احترت بس خلاص ما عارفة مو- يعني ما عارفة، قلت خلاص أعمل تغيير. فقمت اليوم فتشت حاجة جديدة أكل يعني هو إسناك لكن ما حقنا نحن دايما بيعملوه الفلسطينيين أيوة هو أصلا أظن اسمه المسخن الفلسطيني برضو عملاه في الوصفة صدقوني دي حاجة فات فات يعني فاتت اللزازة برضو صورت ليكم كانت عاملاه اليوم بدل السمبوسة هنا خلاص بسأل المشاميل أنا نسيت أديه مزريلا في الوش فما شرط يعني إذا أنا سبحان الله كويس إنه نسيت عشان بكرة حعمل بيتزا والبشاميل بكرة استخدمه في ال في استخدمه في البيتزا المهم يعني الوحدة بتحاول تدبر بتحاول تطلع أكل بتحاول تزبط الدنيا الله يعيننا الله يعني بجد ربنا يعيننا تعالوا أوريكم كان الت... طب الليلة في السفرة اللي هو شنو المسخن رول يا جماعة شيء كده رهيب شديد أول حاجة هو عنده خبز مخصص يعني آه بيقول عليه خبز ال شنو والله خبز الصاج آي بتلقوه في المخابز وكده تخيلوا أنا عملت شنو عندنا محل بتاع كافتريا شا... كافتريا شو ماي تحد قلت لهم له بتجيبوا من وين بيعملوا به ال ال شنو الـ الـ اللهم صل وسلم على رسول الله شاورما فأدوني <applause> قال لي ليلى ما بتدفعي الله يديهم العافية أدوني قمت جيت عملته شوفوا في هو أصلا بيعملوه بصدور دجاج معاه البصل الأبيض بيقلوه في زيت الزيتون البصل الأبيض ومع الدجاج وبيضيفوا عليه سماغ أنا ما بحب طعم الدجاج فيه بحس انه بتلبك فقمت عملت شنو جبت البصل الابيض كمية حلوة وضفت عليه كمية رهيبة جدا من الصماغ الصماغ لانه هو اصلا بديه الطعام تمام بكل سهولة صدقونه لفه اسهل بمليون تريليون مرة من لف السمبوسة بس كده وممكن تمسحي فيه العجنة بتاعت الدقيق مع الموية وحتى لو ما مسحتي تقريبا عادي يعني بتقفل انا ما عارف الشلاقة اللي كان عليه شنو ما يحتاج انك تقفليه تمام بس بالطريقه دي وما قليته لو مشيتي قليتيه ممكن يتشرب زيت لانه الخبز خفيف انا صراحه ما قاعد احبه هو مقلي انا بحب اليوم عملت شنو شفتوا الفرن اللي اشتريته الفرن من ال... هو فرن معقلاه هوائيه المهم دخلته هناك مسحت فيه وزيت زيتون في الوش بس بالفرشه ودخلته قسم من بالله يا بنات كان رهيب رهابه بتلقوه في اي مخبز اي مخبز بتاع في... يعني سواء مخبز او الناس المحمصة الاوروبية او المحمصة اللبنانية بتلقوها في المحلات دي رصيته كده في الصحن ومسحته بس كده مسحة خفيفة من زيت الزيتون في الوجه وتعالوا ممكن تعمليه بال بالقلاية الهوائية عادي كمان وممكن بالفرن بيطلع كده مقرمش وطعمه من جوا حلو اكتر شي حبيناه اليوم كان في الافطار تمام وحسي وانا راجعة كنت طلعت بعد الافطار عشان كده اصلا نزلت يعني الفيديو نزلت لكم متأخر انا راجع سالتهم قلت لهم بس لما تجيبوا اطلبوا لي شكلي كده حتعود عليه اطلبوا لي معاكم هنا كان دخلته في الجهاز طلع ظابط جديد بتمنى الوصفات تكون مختلفه شويه آه الواحد صراحه بميل حتى انت اللي بتعملي بتملي من كل يوم احمر سمبوسه من كل يوم ما بعرف شنو فاليوم بس ياهو كان كده عملت لهم المسخخ ومعاه شوية من المطبق بما إنه أنا أصلا عاملة مسخن قلت أعمل شوية من المطبق عندي برضو ناس كده ما بيحبوا يعني غايته بس الله يعيننا ترضي من تراضي منه تخلي منه يعني بس كده كل زول بمزاجه ده كان شكله ومعاه المطبق ده كان كانوا السناك في الافطار ومعاهم الشوربه وزي ما قلت لكم عملت لهم مكرونه بشاميل الحمد لله والشكر لله يعني حاسه انه كده خلاص تعالوا اوريكم الحلا الخنفشارية التمر ده تمر ومعاه جبن وعندنا العجينه بتاعه سويتس ال التب برضه في رمضان تمام جبت ال, 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 ال كله معي التمر اول حاجه ما كان كده انا طلعته من التمر الحب وبعدين دخلته في في المفرمه مع معلقه صغيره كده من السمن وكده بطلع عليه كده زي العجوه اللي بتعمليه للكعك فهمتوا او للمعمول بس نفس الفهم ومعاه جبن طيب حنعمل شنو يا دلال حتجيب بعد ما بالمنظر ده يعني تعملي كده عشان بعدين لما تمشي تحشيه تشيلي من كل واحد النص يعني الحبه الطويله دي تاخذ نص في الورقه تمام أيوة كده تقسمي على اثنين وتشيل النص ومعاه الجبن يلا حوريكم الطريقة جبت ورق السمبوسة طيب ضروري يا دلال نقطعه كده والله هو شوفوا هو أصلا كده اسمه حل الهبة 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 ما بعرف هو كده أنا قريت اسمه حل الهبة هبة والله ما بعرف اللهم بس يعني جربته وطلع ظابط جديد حتجربي تعمليه تاني يا دلال مم. صراحة أنا ما بحب ألف كتير وأقعد ألف كتير وياخد مني زمن بتاخدي كده شوية من التمر وشوية من الجبن بتلفيه واللف سهل وأسهل من لف السمبوسة برضو وبس يعني حاولي إنك أنت تقفلي الأطراف عشان بعدين التمر عشان سكر وكده ما ما يسيح في الزيت وكده هو اصلا ما بيسيح حتى لو ساحل الاطراف بيكون قاعد من جوا بشكله كده شكله حلو ما عارفه عجبني شديد كيوت ما كبير شديد وما صغير وسط ومعقول بس بالطريقه دي تكفليه وتلفي تلفي 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 المشكله انك انت حتلفي كميه كثيره يعني فهمتوا عشان هو بيتاكل وتكفلي الاطراف كده برضه بالعجينه المعاني دي وحتحمريه في زيت غزير وعنده صوص مخصوص بيتعمل له هو الصوص ده عادي يعني بنعمله كتير تمام انا هنا بس حبيت اوريكم شكله بيكون كيف زي الفطاير صح قليته في الزيت حبيت اجرب ايوه قليته في الزيت بعدين تعالوا اوريكم الخطوة اللي بعده شنو قلينا كده خلاص لا هو اصلا بعد ما تقليه بيعملوه في شنو في القرفة مع السكر الاسمر لكن انا صراحة ما كنت عندي سكر اسمر فقلت عادي نمشي الحال كانت عندي سكر باودر اللي هو بتاع الكعك وزيت فيه كميه بتاعت قرفه لانه صراحه تقريبا يعني مش هو النكهه النكهه بتاعت القرفه بتكون يعني التوب تقريبا في الحله معاه التمر ما انتوا متخيلين الطعم حيكون رهيب كيف بس بالضبط انا <applause> عملت كتير واي زول اليوم جاء في البيت كنا عندنا ما عارفة عمال خاشين ومارقين وكذا فاي زول جاي بديه مع كوبايه الشاي بكس... بملي له صحن وبيخلصوا يا جماعه بديه مع كوبايه الشاي بيخلصوا فكان حلو شديد صراحه بتمنى تجربوها يوم تكون عندك كده فراغ أو بالليل مثلا ما عندك موضوع قاعدة ساي ممكن تحشيه والصباح آه اليوم التاني إن شاء الله في الإفطار تحمر لهم عملت كده ضبطت كم صحن وبتعمل له الصوص الصوص سهل شديد شوية من الحليب المحلى وأي نوع جبن عندك آه وكمان معاه شلو شوية من ال إذا عندك ظرف بتعدل الميب أوكي ما عندك الظرف ممكن تستخدمي اللي هو الكريمة بتاعت الخفق عادي وشوية من القشطة، يعني الحاجات شوية شوية ما بتكتري، حاجة بسيطة بسيطة، أنا علبة القشطة دي استخدمته ثلاثة مرات، يعني كده يعني ما تكو مان أو تأوفر في الحاجات، يعني كوني اقتصادية وفي نفس اللحظة اعملي حاجات بتقدري، يعني بتقدري ما تقولوا ما بتك ما, ما بيجي والله بيجي وبيطلع أحلى كمان، إنت بس خدت النية، المهم ده كان شكل الحلا رهيب وبتشرب مع الشاي كده ما بتخلو المهم ده كان شكل الحلا وبعدين آخر شيء عملت شنو دلال عزت الفطير الفطير ده احنا في السودان هم ناس كتار بيعملوا الفطير لكن شنو تقريبا بيختلف شويه احنا بنعمله بدقيق رقم ثلاثة في بنات كتار سالوني يا دلال اسم شنو ده القراصه بعي القراصه انا بستخدم دقيق رقم ثلاثة دقيق القمح الكامل وكذلك في الفطير جبت لحم شويه ما كتير لانه احنا الـ الـ الوصفه دي ما بيحب ما بياكلوا اللحم بياكلوا التسبيكه فما انا مثلا عندي لحم بعظم بشيل العظم بخطه للشوربة وبشيل منه اللحم ندبر الحال ندبر الحال يا جماعة المهم كمية داير مني زي ثلاثة حبات كبار من البصل وثلاثة حبات طماطم تقطعيهم تقلبيهم مع البصل تخليهم شوية بس حتكفلي ما حتضيف أي حاجة بعد شوية حتيجي موية ضفتي موية وأكفليه أنا هنا زدت شنو شوية من البقدونس ومن الكزبرة صراحة بودي النكهة في مكان تاني في ناس حيقولوا دمع دمع لأ ما دمعة، البقدونس والكزبرة بودي طعم التسبيكة دي في حتة تانية خالص، وآخر شي هتضيفي كزبرة وتوم وملح وخلاص انتهى الموضوع، ما محتاج مننا أي حاجة، أنا بس حبيت أزيد شوية الصلصة لأنه أنا واحدة من عشاق الصلصة، بحب إنه كده يكون مسبك ولونه حلو وظابط، ما بكتر لكن شي معقول، تمام؟ دي وصفة اللحمة ممكن تعمليها في العشاء. وممكن يا جماعة بدل ما تشتروا كل يوم خبز وخبز وخبز ممكن توفر على نفسك يعني إذا أنت جبت دقيق رقم ثلاثة بعشرة دراهم بتعوسي منه آه مرتين تمام المرة الأولى اللي بتعوسيه بكفيكي في الإفطار وبكفيكم في العشاء يعني الناس اللي معاهم ضيوف ما شاء الله تبارك الله والناس اللي مسؤوليتهم كبيرة وكذا يعني ممكن توفري تجيب الدقيق ده وتعوسي وصراحة العواسة شوفوا أنا هنا صورت لكم من غير ما ألبس جلوفز من غير أي حاجة ولا بحرقك ولا أي حاجة هو بس تعويدة وإنك أنت تضبط العجين دقيقة رقم ثلاثة هتخطي فيه ملح وربع معلقة باكن بودر ونص معلقة خميرة وحتخليه يتخمر بيطلع معاك بكل سهولة وظابط شديد وممكن كنا بنعمل بيه فتت لبن في, في السودان عاد من بيه لبن وممكن يتاكل بيه زبادي في السحور حلو شديد دبروا حالكم رتبوا أموركم يعني ما تعتمدوا على أي شيء إنه يجي من برا ممكن أنت تبتكري حاجات من عندك خاصة في السحور مع الزبادي رهيب فتت لبن رهيب للناس اللي ما لحقوا عملوا رقاق ممكن تعمل بيه فتت لبن المهم شيء رهيب وسهل وما مكلف في نفس اللحظة تمام؟ بتمنى اكون فتكم بتمنى تجربوا الحاجات دي لانه بجد بفرق يعني مرات نحن في الافطار زي وزي الغداء بنحتار نعمل شنو فها انا ما ما عارفه ان شاء الله الوصفه تكون قاعده وبصراحه قاعد انبسط شديد لما الوحده تجي تجرب وصفه بتحفز يعني الله يسعدكم يا رب العالمين انا ما عارفه والله انا شغاله في المطبخ بدعي لكم انا صليت بدعي عليكم بعد ما اقرا قران بدعي عليكم لانه جد انتم اخوات وانتم بقيتوا لي اخوات الغربه بقيتوا لي صحباتي الله يسعدكم يا رب العالمين قدر ما انا سعيده بكومنتاتكم الحلوه الله يحلي ايامكم ويرزقكم كل خير الدنيا يا رب العالمين وهنا دار اوريكم اللحمه إتسبكت سبكت والريحه جنان حاجه رهيبه شديد حتى البنت اللي بتغ... بتساعدني في غسيل العيد وكده قلت لي يا ماما حلو شديد ممكن تاخذي لي منه قلت لها اكيد اكيد يعني فبتمنى تجربوا وعملت للسحور كان مهلبيه الوصفه ح... لكم في الفيديو الجاي حسيت انه الفيديو حيكون طويل وممل وقلت خلاص انزل لكم بكرة وده كان افطار اليوم بتمنى اكون فدتكم يا بنات وان شاء الله دايما اشوفكم بخير وعافية ولحد ما اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله مع السلامة